والآن مداخلة أيضا هاتفية مع الأستاذ سعد أحمد، الرئيس أو عضو مجلس إدارة الاتحاد رفع الأثقال السابق. أستاذ سعد، برحب بحضرتك على شاشة تايم سبورتس، أون تايم سبورتس، وعايز أتكلم مع حضرتك عن هذه الأزمة والتطورات. أهلا سعادتك، أهلا وسهلا. مدير إدارة فرقة قومية قبل كده، مش عضو مجلس إدارة. عضو مجلس إدارة سابق وأيضا مدير إداري في أحد مدير إداري فرق قومية. مدير إداري. طيب خلينا كابتن سعد يعني أتكلم مع حضرتك عن الوضع الحالي في لعبة رفع الأثقال، اللجنة المؤقتة اللي هيتم تشكيلها، اللجنة لسه ما تكملتش، أيضا الأزمات والتطورات اللي مر بها فريق رفع الأثقال أو منتخب رفع الأثقال في الفترة الماضية. ما احنا السبب في الموضوع ده كله رئيس اللجنة الأولمبية الاخ حطب، الاستاذ هشام حطب. تواصلنا معاه كتير، لكن التواصل بتاعنا معاه كان للمساومه ان احنا نتنازل عن قضيه، لان احنا كنا رفعنا قضيه على الاتحاد الحالي وتنبأنا بخطوره الموقف وقلنا له في عده شكاوي كتير هو والسيد الوزير وما سمعش حد. وبعد كده ساومنا ان احنا نتنازل عن القضيه علشان نشارك في الاولمبياد، انه ماشي نعمل كده. تاني يوم او تالت يوم بان الحالات اللي جت في افريقيا، فتحققت النبوءه بتاعتنا اللي احنا عمالين نحذر منها من 2017، وهو السد المنيع لرئيس الاتحاد السابق اللي هو محمود كمال، بيقاتل من اجله بشكل يعني عجيب. انت بتقاتل ليه؟ لك عشان مسيره اللعبه؟ لا، انت بتقاتل علشان ان هو صوت في اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه ما كانتش تتهد، وانت كنت بتعمل عشان مصلحتك. كويس؟ تمام. كسبنا القضية بعد كده في 25/11 السنة اللي فاتت 2019، بعد مداولة سنة كاملة. هو رئيس اللجنة الأولمبية، هو رئيس المحكمة الرياضية، فدي طبعا بقى فيها تساؤل إن بتتأخر ليه القضية. المهم ان احنا كسبنا القضية ورجعنا له تاني نكلمه تعالى على الجميع، ولما مجموعة من بعض الناس راحوا له هو اللي اقتنع بيهم، وقلنا ان احنا هنعمل نشاط، وكان المستشار محمد شاهين وعملنا النشاط. عملنا النشاط ورفع المستوى، هو اللي رفع المستوى. قالوا رفع المستوى المفروض ما يبقى تدريجي عشان نعيد نفسنا للعما سبق. المهم رجع بعد ما عدل المستوى، لعبنا بطوله، قعدنا في البطوله ديت بتتعمل لانها بدون درايه بتتعمل، قعدنا للساعه 3 بالليل اللعب شغال، يعني لاعب اللي يوزن مثلا الساعه 6 يلعب الساعه 3 بالليل. طيب كابتن سعد، يعني خليني اسال حضرتك الحلول من وجهه نظرك ايه في الوقت الحالي؟ يعني عايزين حضرتك زي نحط بعض النصائح اللي اكيد كل اسره رفع الاثقال بتسمع حضرتك دلوقتي من خلال برنامج ملاعب الابطال، فعايزين الحلول. الحلول ان احنا في قضيه عند سياده الوزير، المفروض ان هو ياخد قرار بحل الاتحاد، لان في قضيه بحلة الاتحاد. هو تحايل المهندس هشام حطب، تحايل وجاب مجموعه من اللجنه الاولمبيه هي اللي تدير، اللجنه الخماسيه تدير الاتحاد، لا ادارت ولا عملت حاجه. احنا عايزين يا نحل الاتحاد يتحل وتعمل مجلس اداره جديد بدعوه عموميه انتخابيه، جمعيه عموميه انتخابيه، وتعمل مجلس اداره من اللعبة اللي تدير اللعبة، اللي تعرف تدير اللعبة. مش يبقى هو في عصره يتوقف سبع حالات، وبعدين في المغرب يتوقف ست حالات. الله، انت رئيس لجنة أولمبية المفروض تتشال بقى، طالما ان انت ما بتسمعش حد،
المفروض انت نفسك تتشال، لان انت المفروض تبقى راعي على الاتحادات كلها. ازاي انت راعي على الاتحادات كلها والاتحادات كلها هي اعضاء اللجنه؟ كابتن، الحل ان الاتحاد يعاد تقييمه تاني من خلال جمعيه عموميه انتخابيه. كابتن سعد، يعني اتفضل. انا ان شاء الله بنوعد حضرتك ان احنا نخصص حلقات ونفتح ملف كامل لمناقشه هذه القضيه، وان شاء الله نوصل لحلول من خلال برنامجنا ملاعب الابطال لحل هذه المشكله باذن الله. الله ان شاء الله. بس انا عايز اقول لسعادتك حاجه. اتفضل. هي اللعبه لا يعني مش هيضيف لها حاجه المهندس هشام حطب، لان اللعبه باولادها، لعبه لازم الناس اللي تدير هي تبقى اولادها. شكرا جدا كابتن سعد احمد، تانية. بشكر حضرتك جدا. يعني حقيقي مشكله كبيره جدا. منتخب رفع الاثقال كان في حاله مشاركته في اولمبياد طوكيو 2020 اكيد كان هيحقق ميداليات لمصر بوجود لعيبه كتيره مميزين زي محمد ايهاب او ساره سمير. عندنا ابطال كتيره في هذه اللعبه، بنتمنى ان شاء الله ان تحل الازمه سريعا.